وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي صاحب جوامع الكلم، من تفجرت من قلبه علوم الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وبعد، فقد وصلنا في كتاب شرح السلم المنورق لسيدنا الإمام برهان الدين حسن القويسني شيخ الأزهر الشريف في علم المنطق، عند فصل في جواز الاشتغال به. قال الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الله تعالى أحياء وأمواتا، والخلف في جواز الاشتغال به على ثلاثة أقوال. فابن الصلاح والنواوي حرما، وقال قوم ينبغي أن يعلما، والقولة المشهورة الصحيحة جوازه لكامل القريحة ممارس السنة والكتاب ليهتدي به إلى الصواب. يبقى إذن الكلام هنا عن المنطق اليوناني المشوب بمسائل وكلام وقواعد الفلاسفة، هذا الذي جرى فيه الخلاف بين أهل العلم، هل هو جائز أو حرام؟ وكان الخلاف فيه على ثلاثة أقوال. أما المنطق الخالي من شبه الفلاسفة فهذا بالاتفاق أو بالإجماع، الإجماع على جواز الاشتغال به، بل هو فرض كفاية لرد شبه الفلاسفة. أما المنطق المشوب بالفلسفة والمسائل التي لها أصول غير إسلامية ويعني يتمسك بها من قال بقدم العالم أو قال بالضلالات مثل العقول العشرة وغير ذلك، فهذا الذي يجوز الاشتغال به ولكن لكامل القريحة ممارس الكتاب والسنة، ولا يجوز الاشتغال به لغيره خشية أن يقع في الشبه ولا يستطيع أن يخرج منها. فهذا هو رأي جمهور العلماء وهو الرأي الصحيح والراجح، أن المنطق المشوب بالفلاسفة لا يجوز أن يشتغل به إلا من كان ممارسا للكتاب والسنة وكان لا يتأثر بالشبهات ولا يسقط في الضلالات والأوهام. يبقى إذن محل الخلاف هو المنطق اليوناني المشوب بالضلال والكفر. أما المنطق الذي صاغه علماء الإسلام كالسعد التفتزاني وإيسا غوجي والإمام أبي حامد الغزالي وكذلك الشيخ الفيومي والشيخ الأخضري والباجوري، كل هذا لا خلاف فيه. إذن فنقسم المنطق إلى قسمين،
قسم محل إجماع وليس هناك خلاف في تعلمه، بل يصل الأمر إلى أنه واجب كفائي أو إلى أنه مستحب، أو أقل الأقوال أنه جائز ومشروع. أما الخلاف والذين ذهبوا إلى التحريم وإلى منع الاشتغال به، إنما يقصدون المنطق اليوناني وليس المنطق الإسلامي الذي هو حسب الصياغة الإسلامية، وتم تعريبه وترجمة كتبه وإبعاد كل ما يخالف العقيدة الإسلامية. هذا لا خلاف في جواز الاشتغال به، فلنتنبه إلى هذا الأمر. فصل في جواز الاشتغال به أي وعدمه. قال: واعلم أن المنطق قسمان. هكذا نبه الشيخ رحمه الله وبين أنه قسمان: قسم خال عن شبه الفلاسفة كهذا الكتاب وكتب سعد الدين التفتزاني والخبيصي والعطار والكاتب على شرح كتاب الإمام الكاتب اللي هو الشمسية المشهور بذلك. فهذا لا خلاف في جوازه، ولا يصد عنه إلا من لا معقول له، يعني الذي لا يفهم في المعقولات، كهؤلاء الذين يدعون أنهم من أتباع السلف أو يطلقون على أنفسهم أنهم السلفية. هؤلاء يذهبون أو يكرهون وربما يحرمون علم المنطق لأنهم بعيدون عن العقل أو عن المعقولات، والإنسان عدو ما جهله. ولهذا قال الإمام أبو حامد الغزالي: المنطق معيار العلوم. من لا يعرف المنطق لا يوثق بعلمه، فكيف يكون حراما؟ هذا خبل في العقول. المنطق اللي فيه الخلاف هو المنطق اليوناني قبل نقله وقبل ترجمته في العصر العباسي إلى اللغة العربية وصياغته صياغة متمشية مع الكتاب والسنة وليست فيها مخالفة للعقيدة إلى غير ذلك. ولهذا يقول الشيخ القويسني رحمه الله: اعلم أن المنطق قسمان، قسم خال عن شبه الفلاسفة كهذا الكتاب ومختصر الإمام السنوسي وتأليف الكاتب، فهذا لا خلاف في جوازه، لم يختلف أحد في هذا، ولا يصد عنه إلا من لا معقول عنده، يعني إلا من فقد عقله ولم يميز المعقولات، بل هو فرض كفاية، لأن القدرة على رد شبه الفلاسفة لا تحصل إلا به، وردها فرض كفاية، وما يتوقف عليه الواجب واجب. هذا كلام منطقي وكلام عقلي وكلام صحيح، ولا نلتفت إلى غيره. وممن ذهبوا إلى تحريم المنطق وعدم الاشتغال به ابن تيمية، ورد عليه ردا قويا في كتاب تدعيم المنطق الشيخ سعيد فوزة، حتى نسف كلام ابن تيمية ومن معه، ولم يبقى هناك شبهة في أن المنطق مهم. وعلى الأقل أهمية المنطق تظهر واضحة وجلية في أننا في الأزهر الشريف لا نستطيع التعامل مع كتب التراث إلا إذا درسنا المنطق. كيف نتعامل في كتب أصول الفقه والقياس، وكيف نفهم الأشكال ويقول لك هذا قياس اقتراني أو هذا استثنائي حذف منه الكبرى أو حذف النتيجة، و
اعتمادا على الدليل، أو بينهما عموم وخصوص وجهي أو مطلق، أو يقول لك هذا عكس نقيض موافق أو عكس نقيض مخالف. هذه عبارات كتب التراث، كتبنا التراثية في علوم العربية وعلوم الكلام وأصول الفقه، بل والفقه والخطابة، كلها صياغتها على قواعد وأساليب المنطق. عندما ترى هذه كلها موجبة، هذه سالبة، كيف تفهم هذه العبارات وهذه المصطلحات إذا لم تدرس علم المنطق؟ لأننا لا نستطيع فهم كتب التراث، تراثنا الإسلامي العظيم الذي نتباهى به، لا نستطيع فهمه إلا من خلال المنطق. وفهم كتب التراث يتحتم علينا، هو واجب، ولا نستطيع أن نصل إليه إلا بالمنطق، فيكون المنطق واجبا، لأنه ما لا يتم الواجب أو ما يتوقف عليه الواجب فهو واجب. إذن فلا داعي أن نتشدق بكلام ابن تيمية، وما قاله الإمام السيوطي أيضا. الإمام السيوطي له كتاب في تحريم المنطق ولكنه رجع عنه. والإمام الغزالي كان في أول الأمر يذهب إلى المنع ثم رجع عنه، وهكذا. فأصبح المنطق من العلوم الإسلامية، بل هو آلة لفهم العلوم الإسلامية. ولا نستطيع كما قلت لكم أن نفهم كتب التراث إلا به، فأصبح المنطق مثل النحو ومثل الصرف، فلا بد منه. فلا داعي للجدال والكلام في هذا الأمر، لأنه لا يفيد شيئا إلا ضياع الوقت. يعني ممكن أنت تقول أنا لا أتعلم لغة الكفار حتى لا أخذ من عاداتهم وتقاليدهم. العالم كله يتكلم الآن بلغة الإنجليزية، ولن يتفاهم معك أحد إلا بها. فإذا لم تتعلمها فلا تستطيع أن تتكلم إلا مع نفسك، فأصبح شيء ضروري لازم تتوقف عليه الحياة. لا تجد أحدا في الطائرة ولا في المطارات ولا في البنوك ولا حتى في الدول العربية لا يكلمك إلا باللغة الأجنبية، حتى يخيل إليك أنك تعيش في أوروبا. كنا في الإمارات العربية، ومع ذلك لا تستطيع الكلام إلا بالهندية أو بالإنجليزية، لا ثالث له. إلا في المساجد فقط تجد من تكلمه باللغة العربية، وأحيانا لا تجد. يلا يا شيخ خامد، القسم الثاني. القسم الثاني مختلط بشبه الفلاسفة. هذا هو، وده ليس حراما، وإنما من باب سد الذريعة. وسد الذريعة ده مش نفتحه بمزاجنا ونكفله، له ضوابط. مش كل شيء، يعني في الذريعة لها أقسام. لو رجعنا إلى أصول الفقه، في ذريعة لا تعتبر، لو كل حاجة من أجل الذريعة نمنحها ممكن نمنع الطواف حول الكعبة خشية أن تعبد الكعبة، نبطل الحج. أي شيء ممكن يكون ذريعة إلى شيء آخر، فلا بد يكون فيه ضوابط. فهنا اللي هو قوي ومتمكن ولا تؤثر فيه الشبه يتعلم أي شيء. احنا بنتعلم كلام اليهود والنصارى من أجل الرد عليهم ومن أجل إبطاله، لا نتعلم هذا الكلام من أجل أن نعتقده أو نؤمن به. حتى تعلم السحر ليس حراما إذا كان لإبطاله أو لكشف أساليب السحرة والدجالين، إنما متى يقال إن تعلم السحر حرام؟
إذا خشي على الإنسان من استعماله. هنا نسد إيه أو نقول بسد الإيه الذريعة. الثاني، القسم الثاني، القسم الثاني مختلط بشبه الفلاسفة. نعم. وهذا هو الذي جرى في الاشتغال به خلاف. يعني القسم الثاني هو المختلط بشبه الفلاسفة، هو ده الذي يرى كما قال الناظم والخلف في جواز الاشتغال به على. يبقى إذن الخلف في القسم الثاني وليس فيه في الأول. والمصنف لما أراد أن يذكر حكم القسم الأول الذي أراد تأليف الكتاب جره ذلك إلى ذكر حكم المنطق مطلقا، فحكى الخلاف الواقع في القسم الثاني إلا أنه أطلق فيجب تقييد كلامه به. يعني كل ما في الأمر أن المصنف نسيه أو يعني اعتمد على فطنة القارئ، فذكر الخلف مطلقا ولم يقيده بالقسم الايه الثاني. والخلف في جواز الاشتغال به على ثلاثة ايه أقوال. الخلف الاختلاف في جواز الاشتغال به أي بالمنطق جار على ثلاثة بالتنوين. يقول والخلف في جواز الاشتغال به على ثلاثة أقوال. تنوين يعني لا تقول على ثلاثة أقوال من غير تنوين. أقوال بدل من ثلاثة، يعني على أقوال ثلاثة، فتكون أقوال بدل من إيه من ثلاثة. فابن الصلاح والنواوي حرما طبعا، ومعهم يعني هم الذين اشتهروا بذلك، يعني السيوطي حرم أيضا والغزالي أيضا، ارجع إلى الايه المستصفى وغيرهم. فابن الصلاح معروف اللي هو أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن المعروف بابن الصلاح، وكان مفسرا ومحدثا وفقيها، وله في ما يتعلق بعلم الحديث أسماء الرجال وما يتعلق بهم، وله مشاركة في فنون كثيرة، وهو صاحب المقدمة المشهورة بمقدمة إيه؟ ابن الصلاح في إيه؟ في علم مصطلح الإيه؟ الحديث. والإمام النووي مشهور أبو محي الدين أبو زكريا يحيى ابن شرف النووي شيخ الإسلام رضي الله تعالى عنه، ولد في قرية نوى من قرى حوران بسوريا بلاد الشام، علامة وفقيه ومحدث صاحب التصانيف المشهورة المفيدة. حرم يعني حرم الاشتغال به، خلاص كده. يعني رأي ابن الصلاح في تعلم المنطق فقد ورد في فتوى له حول الاشتغال بالمنطق والفلسفة. يعني كلام ابن الصلاح ده موجود في فتوى في كتاب اسمه فتاوى، فتاوى ابن الصلاح، ففي من ضمن فتاويه فتوى. لو قرأت هذه الفتوى وهي منقولة عندك هتعرف مدى رأي الشيخ ابن الصلاح. يقول الفلسفة رأس السفة والانحلال ومادة الحيرة والضلال ومثار الزيغ والزندقة، ومن تفلسف عميت بصيرته عن محاسن الشريعة، ومن تلبس بها تعليما وتعلما قارنه الخذلان والحرمان واستحوذ عليه الشيطان. خد بالك هذا ليس في الفلسفة الإسلامية وإنما في الفلسفة الإيه اليونانية، زي نفس الكلام في المنطق، وإلا ما هنحرق كتب الإيه الفلسفة أو هنروح نهدم قسم العقيدة والفلسفة. لا، الفلسفة الإيه ينشغل بها الإنسان عن محاسن الشريعة. ويقول في سبب تحريمه للمنطق
أما المنطق فهو مدخل الفلسفة، ومدخل الشر شر، يعني الذي يوصلك إلى الشر شر، وليس الاشتغال بتعليمه وتعلمه مما أباحه الشرع، ولا استباحه أحد من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين والسلف إلى غير ذلك. وأما استعمال الاصطلاحات المنطقية في مباحث الأحكام الشرعية فمن المنكرات المستبشعة والرقاعات المستحدثة، وليس بالأحكام إلى آخره. ده في فتاوى ابن إيه؟ ابن الصلاح. يبقى إذن ظاهر من كلامه أنه يتحدث عن المنطق المشوب بالفلسفة المغرقة في الشبه التي تكون سببا في ضلال وزيغ، وزيغ من لم يتحصن بالدين ومن ليس ذا عقل راسخ. وأما كلام النووي فلم نقف عليه، يعني مش عارفين أين كلام الشيخ النووي في تحريم المنطق، ولكن في الشرواني لكلام نقل كلام ابن حجر في توضيح إجازة النووي الاستنجاء بكتب المنطق، يعني بيقول يعني يجوز بها إيه. وحتى ابن حزم قال عبارة أشد من هذه، قال إنه يجوز الاستجمار أو قطع النجاسة بالتوراة والإنجيل لأنهما محرفان، يعني كان كلامه أصعب. يعني بيقول إيه، يحمل ما كان في زمنهما، يعني في زمن ابن الصلاح والنووي، على المنطق اللي في خلط بالقوانين الفلسفية المنابذة للشرائع بخلاف الموجود اليوم، فإنه ليس فيه شيء من ذلك ولا مما يؤدي إليه، فكان محترما بل فرض كفاية بل فرض عين، إن وقع الشبهة لا يتخلص منها إلا بمعرفته. يعني المنطق الأول قبل ترجمته إلى اللغة العربية وصياغته صياغة إسلامية كان في كفريات وضلال واضح، وكان في أمثلة من عقائد الفلاسفة التي فيها شبهات حول حدوث العالم، كانوا يقولون بقدم العالم، وكانوا يقولون بقدم الأفلاك، وكانوا يقولون بالعقول العشرة، فكلامهم كله ضلال في ضلال، ينكرون النبوات والوحي. والمنطق كان يساعد الناس على فهم هذه الكتب، إذن فيكون حراما إذا كان الأمر هكذا. إنما المنطق الذي نستعمله قواعد عقلية لضبط الفهم ولنصرة الدين وحماية الشريعة كيف يكون حراما؟ تفضل يا سيدي. فضل الصلاح والنووي نسبة إلى نوى من غير قياس، والقياس حذف الألف. يعني النووي، القياس كده النووي مش النواوي، هذا هو القياس. يبقى القياس حذف الألف تبقى إيه؟ النووي وليس النواوي. حرم الاشتغال وتبعهما على ذلك قوم من المتأخرين، يعني كالإمام السيوطي مثلا تبعهم على ذلك. حتى أنشد بعضهم كلام غريبا في ذم المنطق وطويل، وده يرد على هذا، كانت فيهم بينهم مساجلات وردود بقصائد شعرية عجيبة، ده يرد على هذا، وده مذكور هذا في حاشية البناني على شرح السلم، وفيها سعيد قدورة وسيدي علي قصارة تكلموا وجاءوا بهذه المناظرات والردود. ومنها أن بعضهم قالوا تعلم منطقا تسمو به، وبه إلى أعلى المراتب ترتقي، قلت ما لي بذلك حاجة، إن البلاء موكل بالمنطق. يعني تكلموا كثيرا في تنفير الناس منه،
لكن مشكلة السلفية الآن عقولهم ضعيفة، ما يعرفوا إيه القياس أو كذا، فأي شيء لا يستطيعون فهمه أسهل شيء القول بتحريمه، كأنهم يعني يحتمون منه حتى لا يرتكبون حراما، لما هم لو فهموه لأحلوه، لو كانوا يستطيعون فهمه لكان من الحلال أو لكان واجبا. نعم. حرم أي اشتغال به، وتبعهما على ذلك قوم من المتأخرين، لأنه لا يؤمن على الخائض فيه من أن يتمكن في قلبه شبهة فيزل بها. ولذلك في الآخر الشيخ الأخضري قال إيه؟ جوازه لكامل القريح، يعني مستوي عقله الناضج فكره الذي لا يتأثر بالشبهات ولا يخشى عليه من السقوط في براثنها. قال جوازه لكامل القريح ممارس السنة والكتاب المتمكن ليهتدي به إلى الصواب، يعني جعل المنطق سببا في الوصول إلى الصواب، يعني إلى الفكر الصحيح، يعني نتعلمه لا لنضل أو لنزيغ أو لنكفر أو لنشرك بالله، وإنما إيه؟ لنهتدي به إلى الصواب. وقال قوم منهم الإمام الغزالي: ينبغي أن يجب كفاية أو يستحب أن يعلم، حتى قال الإمام الغزالي: من لا معرفة له بالمنطق لا يثق بعلمه، وسماه معيار العلوم. يبقى كلمة ينبغي دي يعني إيه؟ يعني كلمة ينبغي، يعني ما قال لنا الإمام الغزالي جائز ولا مستحب يعني مندوب ولا حرام، ده بيقول ينبغي. ينبغي يعني يجوز مثلا، ولا ينبغي يعني معناها مستحب، ولا ينبغي يعني يجب. ها ماذا تقول؟ كلمة ينبغي دي تستعمل في الحقيقة وفي المجاز، حقيقتها في الاستحباب، ينبغي يعني يستحب، خلاص ينبغي مش واجب، إنما تستعمل مجازا في الوجوب، خدت بالك؟ هي أصلها إيه؟ أصلها الاستحباب، ينبغي، يعني أقول لك ينبغي أن تفعل يعني إيه؟ ها؟ أو ما أقول لك إيه؟ وما ينبغي، وما علمناه الشعر وما ينبغي له. يبقى هنا ايه؟ يكره، ولكنه ليس حراما، بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الشعر او لكن قلب الايه؟ البيت، يعني عكسه، لانه قال ايه؟ لا ينبغي لي، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، يعني حتى لا يتهم او لا يكون هذا ذريعه الى ان الناس يعتقدون أن القرآن من قبيل الإيه؟ الشعر، فربنا ما علموش الشعر لهذه الحكمة، لأنه لو كان شاعرا خلاص يا عم ده ألف، لكن أنت تحتار لا تستطيع أن تدخل القرآن الكريم في أي بحر من بحور الشعر، ولا يأتي على أي تفعيلة فتتحير، ممكن تيجي التفعيلة لكن ما تتمش. فعجيب شأن كلام الله، لا هو من الشعر ولا هو من النثر، لا نقول إنه شعر ولا نقول إنه نثر، ده هو كلام الله سبحانه، القرآن هو القرآن. إذن فعندما تسمع كلمة ينبغي يبقى إيه؟ حقيقتها إيه؟ ولكنها تستعمل في الوجوب مجازا، يبقى عاوزة قرينة هنا. إذا كان هناك قرينة يبقى نقول ينبغي يعني ها يعني يجب. ولذلك مثلا في قوله تعالى: قالوا اتخذ الرحمن ولدا فقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه تنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي. هنا يجب كده، هنا معناه ما ينفعش هنا يعني، وما ينبغي يعني لا يستحب يعني او يكره، لا وجوب.
أن لا يكون له ولد هذا واجب، أو ما ينبغي يعني معناها إيه، يستحيل أن يكون له سبحانه وتعالى ولد. ولذلك قلنا تستعمل في الوجوب ولكن إيه مجاز، وفي الاستحباب وهو إيه حقيقتها. ينبغي أن يجب كفاية أو يستحب. يبقى شوف هنا فسرها الشيخ، قال ينبغي، يبقى هنا فسرها بالوجوب يجب، ولكن هذا الوجوب كفاية، كفاية مش وجوب عين. أو يستحب، وذاك يعني احتاط، لأنه ينبغي تحتمل الوجوب ولكن هذا مجاز، ويمكن تكون على حقيقتها فيكون معناه إيه يستحب. أن يعلم حتى قال، حتى قال الإمام الغزالي من لا معرفة له بمنطقه، عندما قال الشيخ الأخضري وقال قوم، يعني هؤلاء يقصد بهم الغزالي ومن تبعه، وقال قوم أي منهم أبو حامد الغزالي، واضح؟ حتى قال الإمام الغزالي من لا معرفة له بالمنطق لا يثق بعلمه، وسماه معيار العلوم. معيار العلوم يعني ميزان العلوم، يعني هو الميزان العقلي الذي توزن به العلوم. نعم. والقولة المشهورة الصحيحة جوازه بالتأمير القريحة. والإمام الغزالي ألف رسالة في المنطق سماها مطبوعة معيار العلوم. نعم. والقولة المشهورة الصحيحة جوازه أي اشتغال به. يبقى إذن القول الراجح في هذا الخلاف، والخلاف قلنا في القسم الثاني أن المنطق جائز، خلاص كده جوازه، يعني بالنسبة لليه للثاني، يعني الثاني جائز. طب انما الاول، الاول فرض كفايه، واجب كفايه او مستحب، فهمنا كده؟ يبقى مش جائز ده في الاثنين، لا، هذا الكلام في القسم الايه الثاني، يعني ليس حراما بس بشرط ان يكون الذي يمارسه كامل القريحه ومتمكنا من علوم الشريعه والدين، فبالنسبه له جائز، أما بالنسبة لغيره ليس جائزا فيكون إيه حراما. ففي هذه الحالة نتبع كلام مين السلفية، في هذه الحالة فقط، يعني هو أحيانا إحنا نتبع أقوالهم لما هم لا يتبعونك أبدا. إن كان للقريحة أي ذكي الفطنة. لكامل القريحة يعني ايه كامل القريحة؟ يعني ذكي الفطنة، الذكي اللي هو ايه ينتبه الى الشبهات والمغالطات فلا يقع فيها، او معنى ايه يعني عنده قريحة متوقدة سريع الفهم، لا يعني يفلت منه شيء، فبسرعة يفهم الايه الشبهة ويعرف انه هنا ايه شيء مريب بخلاف غيره، فيعتقد الباطل حقا. والقولة المشهورة الصحيحة جوازه لكامل القريحة. طيب كيف تكمل القريحة وكيف تكون عندك الملكة؟ بالممارسة، بالمذاكرة، بالتعلم، ممارس السنة والكتاب، خلاص في هذه الحالة فيجوز له ليهتدي به إلى الصواب ضد الخطأ، لأنه قد حصن عقيدته فلا يخشى عليه من الخوض في الشبه. فإن كان بليدا أو ذكيا، وفي مقولة عجيبة لابن تيمية لما تسمعها أنت تكره المنطق، لكن إذا كشف لك عن حقيقتها فلا. يقول ابن تيمية المنطق لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد. في الحالة دي أنت إيه؟ لو ذكي لا تتعلم المنطق، ولو بليد
لا تنتفع به فلا تتعلم أيضا. شوفوا العبارة بيقول لك إيه، المنطق لا يحتاج إليه الذكي، ما دمت أنت ذكي غير إيه محتاج، طب وبليد مش هتنتفع يعني مش هيفيدك، يبقى في الحالتين ما فيش منطق. أين المغالطة هنا؟ لأننا نقول لا، كيف لا ينتفع به الذكي؟ هل الذكي ده معصوم؟ إيه تعريف المنطق؟ آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن من الخطأ في التفكير، كما أن النحو تعصم مراعاته اللسان من الخطأ في إيه؟ أو من اللحن في الإعراب، الخطأ في الكلام يعني. يبقى إذن الذكي محتاج لأنه ليس معصوما، لأنه لو لم يراعي قواعد المنطق يقع في الخطأ. يبقى إذن كلمة لا يحتاج إليه الذكي غير صحيح. طيب ولا ينتفع به البليد، البليد هذا لو أنه قوم ومارس وأحسن أو اجتهد هل يبقى على بلادته ولا يتغير؟ يبقى إذن لو أنه مارس وقاوم وذاكر وحفظ واجتهد تزول عنه صفة البلادة فينتفع. ثم نقول لابن تيمية لماذا قسمت الناس إلى طبقتين ذكي وبليد، أليس بينهما طبقات أخرى يعني متوسطة؟ لماذا أهملتها في إنسان لا هو في مستوى عالي من الذكاء ولا هو بليد متوسط؟ إذن فما حكمه؟ أظن أنه ينتفع به لأنه لا هو إيه في قمة الذكاء ولا هو من أهل البلد. ليهتدي بنا إلى الصواب منذ الخطأ، لأنه قد حصن عقيدته فلا يخشى عليه من الخوض في الشبه. فإن كان بليدا أو ذكيا ولم يمارس السنة والكتاب لم يجز له الاشتغال به، لأنه لا يؤمن عليه من تمكن بعض الشبه من قلبه كما وقع للمعتزلة. ولذلك مثل ما نقول في المنطق تماما نقوله في الفلسفة، إذا كنت محصنا عقيدتك قوية لا يخشى عليك من وقوع الشبه في قلبك بل تستطيع فهمها وتستطيع إبطالها وردها فتعلم أي شيء، بالضبط زي تعلم السلاح إطلاق النار إذا كنت متمكن وتنشن إنما إذا كنت لا تحسن قد تصيب نفسك قد تقتل نفسك. ففي هذه الحالة يمنع الصبي والبليد والمغفل والأبلة من استعمال السلاح لأنه لا يجيد. أما المتمكن هل نقول له لا، يبقى كيف نقاتل وكيف نجاهد؟ خلاص انتهى. يبقى نفرق بين أحوال الناس، من كان متمكنا وقويا في الدين ولا يخشى على نفسه من الشبه يقرأ المنطق والفلسفة والملل والنحل، وإذا لم نقرأ هذه الأشياء كيف نرد على حجج الخصوم ونبطل شبهاتهم؟ تفضل. ومن هنا منع الاشتغال بكتب علم الكلام المشتملة على تخليطات الفلاسفة إلا لمتبحر. ومن هنا منع يعني أهل العلم الاشتغال حتى بكتب علم الكلام زي كتب الإمام الرازي وكتب البيضاوي البعض ومنهم الشيخ الدسوقي في حاشيته على أم البراهين حذر حتى من كتب الرازي ومن كتب البيضاوي والمواقف، والكتب دي خطيرة وكتب ضلال، ويعني وصفها بوصف صعب. لو جئت بإيه بحاشية الشيخ الدسوقي ابن عرفة على أم البراهين يعني اشتعل غضبا على الثلاثة البيضاوي والإيجي والرازي،
وقال فيهم كلاما شديدا. ولكن هنا نقول إيه؟ لمن يخشى عليه، أما من كان متمكنا فلا بأس بمطالعة هذه الكتب والاستفادة منها. ولذلك هنا بيقول إيه؟ إلا لمتبحر، يعني اللي هو عنده إيه؟ تمكن وعنده قوة في الإيه؟ في العلم. واضح كده هنا؟ يلا يا شيخ. خلاص احنا كده مسألة جواز الاشتغال به حتى نطمئن على أنفسنا وعلى عقائدنا هو علم لحماية العقيدة وحماية الشريعة ومعيار للفهم الصحيح والميزان العقلي، فمن أجل هذا نتعلمه لا لغير ذلك. والحمد لله الأئمة اللي بيشرحون ناس أولياء، يعني الشيخ الأخضري ده رجل ولي عارف بالله تعالى، له منظومة في التصوف، والشيخ القويسني ده شيخ الأزهر الشريف، يعني هؤلاء أئمتنا وهؤلاء علماء ربانيون، يعني كيف هم يشتغلون بالشرح والضبط والتحرير وكيف نقول نحن بالتحريم. وقد فصلنا القول، قلنا في نوعين، إذن المنطق منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم. القسم الأول هذا لا خلاف فيه، القسم الثاني أنه جائز لكامل الإيه؟ القريح. نعم. فصل في أنواع العلم الحادث. قال الناظم رضي الله تعالى عنه: إدراك مفرد تصورا علم، ودرك نسبة بتصديق وسم. وقدم الأول عند الوضع، أو قدم الأول عند الوضع لأنه مقدم بالطبع. والنظر محتاج للتأمل، وعكسه هو الضروري الجلي. وما به إلى تصور وصل يدعى بقول شارح فلتبتهل، وما لتصديق به توصل بحجة يعرف عند العقلاء. فنأخذ هذا الفصل ثم إيه نتوقف. يلا. هو خد بالك أول ما قال إيه أنواع العلم، حتى لو لم يقل الحادث لتبين لنا أنه لا يريد إلا العلم الحادث. ليه؟ لأن القديم ليس فيه أنواع، يعني بمجرد أنه قال أنواع يبقى إذن الكلام فيه في العلم الحادث، لأن القديم لا يتنوع. طب إذن فلماذا قال الحادث؟ لزيادة البيان أو زيادة الإيضاح. المراد بالعلم هنا مطلق الإدراك، لا إدراك نسبة التصديقية فقط. يبقى إذن العلم هنا مطلق الإدراك وليس إدراك النسبة التصديقية فقط، مطلق الإدراك. هي معنى مطلق الإدراك يعني يشمل التصورات والتصديقات. واضح هنا كلمة مطلق الإدراك، كما هو اصطلاح بعض الأصوليين. يعني اصطلاح الأصوليين ليس المراد إيه مطلق ليه الإدراك، وإنما إيه إدراك النسبة التصديقية، ليصح انقسامه إلى التصور والتصديق الآتيين. يعني لو لم يرد بالعلم أنه مطلق الإدراك لما قسمه إلى تصور إلى تصديق. والحادث تقييد للعلم. وطبعا قلنا الحادث ما يعني احنا ما احترامنا للشيخ وتعظيمنا له لا نقول تقييد، لأنه خرج العلم الإلهي أو العلم القديم لأنه لا يتنوع.
عندما قال أنواع خرج العلم القديم. فيبقى الحادث ده إيه؟ ليس قيد احترازي، وإنما هو إيه؟ كشف وإيضاح وبيان. ولذلك هنا يقول العلم والحادث تقييد للعلم لإخراج علمه تعالى فإنه لا يتنوع. خلاص، وهذا يتنوع، يبقى إذن يعني حتى الدليل ليس في إيه؟ ولأن العلم مفسر بالإدراك، يعني فسره بماذا؟ قال المراد بالعلم هنا مطلق الإدراك، يبقى فسر العلم بالإيه؟ بالإدراك. إيه معنى الإدراك؟ الذي هو وصول النفس إلى المعنى، يعني النفس تصل إلى المعنى، تصل يعني تدرك. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، يعني حيصلوا إلينا. فكون النفس تصل إلى المعنى يعني أدركته. تقول أدركت فلان، يعني إيه؟ لحقت به وأمسكت به، أدركته. يبقى إذن لما تصل النفس إلى المعنى هذا هو إيه؟ هذا هو الإدراك. وذلك يشعر بسبق الجهل، لأن النفس قبل وصولها إلى المعنى لم تكن عالمة به، يعني كانت إيه؟ كانت جاهلة. وذلك يشعر بسبق الجهل، تنزه الله عنه. إيه معنى تنزه؟ يعني الله تعالى يتنزه أن يقال عن علمه إدراك، لأن الإدراك معناه إيه؟ وصول النفس إلى المعنى، يعني معناها مسبوق بجهل. وعلمه تعالى أزلي قديم لم يسبق بجهل، إذن فلا يصح تسمية علم الله إدراكا. لا نقول إن الله أدرك هذا، يعني فهمه أو وصل إلى معناه بعد أن لم يكن، هذا لا يجوز. ولذلك يقول تنزه الله عنه، يعني عن إيه؟ عن الإدراك. ولأن التصور، يعني هو قال العلم هو مدرك الإيه؟ مطلق الإيه؟ مطلق الإدراك. والإدراك ينقسم إلى قسمين، تصور وإيه؟ لا. ولأن التصور الآتي مفسر بحصول الصورة في النفس، وهل الله تعالى يتصور الأشياء أو المعلومات فتحصل صورتها في نفسه أو في ذهنه أو في عقله؟ تنزه سبحانه وتعالى وتقدس، ليس كمثله شيء. إذن فلا يسمى علم الله إدراكا ولا تصورا ولا تصديقا. ليه؟ لأنه كل ده فيه أنواع العلم الحادث. يبقى إذن المنطق لا شأن له بالعلم الإلهي، لا شأن له بالعلم القديم. كلام المنطق فيه في علومنا الحادثة فقط. ولأن التصور الآتي مفسر بحصول الصورة في النفس، وهو من خواص الأجسام، فلا يوصف علمه تعالى بالتصور ولا بالتصديق. ليه؟ لإيهام ما لا يليق. ما هو الذي لا يليق؟ سبق الجهل. مع أن أو ما لا يليق يعني يوهم أن لله ذهن أو عقل كما للبشر، أو له أدوات مثلا يصل بها العلم زي السمع والبصر والتعقل، كل هذا لا يليق به تعالى، ليس كمثله شيء. ولذلك قال تنزه الله أو لا يوصف علمه تعالى بتصور ولا بتصديق. ليه؟ لإيهام ما لا يليق. مع أن ذكر الأنواع مخرج للعلم القديم، فالجمع بينه وبين الحادث للتوكيد. جميل كده، كده إيه؟ انضبط الكلام. يعني جمع كلمة حادث مع العلم عشان إيه؟ يؤكد. يلا يا شيخ محمد. إدراكه إدراك مخارج التصور عرف على الكلسات لتصديق المسلم. يبقى إذن ما هو التصور؟ إدراك مفرد، المراد بالمفرد ما ليس وقوع نسبة حكمية أو لا وقوعها، كإدراك الموضوع.
يعني مثلا شوف كده، هجيب لك مثال. زيد قائم، زيد ده موضوع وقائم محمول، والنسبة بينهما يعني إسناد القيام إلى زيد، فزيد مسند إليه والقيام مسند. فإذا أدركنا وقوع القيام لزيد أو عدم وقوع القيام لزيد مع الإذعان لهذه النسبة والتسليم بها، فهذا هو التصديق، ما عدا ذلك تصور. يبقى إدراك زيد وحده ها تصور، إدراك القيام وحده تصور، إدراك النسبة وحده تصور، إنما إدراك وقوعها أو عدم وقوعها هو الإيه؟ هو التصديق. وذلك خدوا بالكم في فرق بين النسبة الكلامية وبين النسبة الخارجية. النسبة الكلامية ده يمشي معاها، وذلك النسبة الخارجية يعني لما أقول زيد قائم، هل أذعن بأن زيدا موجود في الخارج وفي قيام منسوب له أو هو متلبس به ثم أذعن وأسلم؟ هذا هو التصديق. إنما إذا أدركت معنى القيام ومعنى زيد في الكلام ليس في الخارج يسمى النسبة الإيه؟ الكلامية. إنما إحنا اللي عاوزينه النسبة الإيه؟ النسبة الخارجية الواقعية وليس النسبة الإيه؟ الكلامية. يلا يا شيخ محمد. كإدراك الموضوع وإدراك المحمول وإدراك النسبة في مثل قولك زيد. يبقى إدراك، شوف كده خد بالك، إدراك مفرد ده تصور، كإدراك الموضوع، يبقى إدراك الموضوع اسمه إيه؟ تصور، وإدراك المحمول تصور، وإدراك النسبة في مثل قولك يعني إدراك نسبة القيام إلى زيد بدون وقوعها ده برضه تصور مش تصديق. في بعض الناس يفهم إنه إدراك النسبة مطلقا هو التصديق، لا، إدراك النسبة بمعنى وقوعها أو عدم وقوعها هو ده التصديق. وإدراك النسبة في قولك زيد قائم، فإدراك زيد أي ذاته، وإدراك قائم أي معناه، وإدراك النسبة التي هي ارتباط القيام بزيد، وإدراك الموضوع مع المحمول أو الموضوع مع النسبة أو المحمول معها أو مجموع الثلاثة، كل منها تصورا، كل ده تصور. مفعول إيه؟ ثان، اللي هو يعني شوف كده، إدراك مفرد تصورا علم. وبيقول لك تصور ده إعرابه إيه؟ مفعول ثاني، شوف كده، لأنه عندك علم ديبة تنصب إيه؟ مفعولين، وأعلم تنصب ثلاث مفاعيل. يبقى في فرق بين علم وبين ايه؟ ها؟ أعلم، أعلمنا الله البركة مع الأكابر، ثلاث مفاعيله. أعلمنا، شوف كده، أعلمنا ده المفعول الأول، الله ده الفاعل، نا البركة المفعول الثاني، مع الأكابر الثالث. يبقى هما كلمتين اللي هما ينصبوا ثلاث مفاعيل، عارفينهم؟ أعلم وأرى، بس غير كده أنصب مفعولين بس، أعلم وأرى، أعلم مش أعلم، أعلمنا. علم مقدم عليه، يعني مقدم على إيه؟ على المفعول الثاني، عشان ده مبني للمجهول، خلاص؟ فصار نائب الفاعل اللي هو المرفوع محذوف، والمنصوب ده هو المفعول الثاني. هو في مفعولين، في واحد نائب فاعل، خلاص كده. يا مثلا لما نقول ايه، شوف كده، عين وزيرا، اوعى تقول وزير غلط، عين، يا مثلا عين الرئيس فلان ده وزيرا، يبقى فلان ده المفعول الايه الاول، وزيرا المفعول الثاني، والرئيس الفاعل. يبقى نقول عين استاذا، اوعى تقول استاذا، عين استاذا، عين معيدا، عين وزيرا، اي حتى لو عين يعني الها عند الكفر برضه ايه منصوب. فيكون المعنى ادراك المفرد علم، اي سمي في الاصطلاح تصورا. يعني إذا أدركت
التصورات كل واحد منها مفرد، ده كله ده معلوم بأن هذا اسمه تصور، وذلك صادق بإدراك واحد من السبعة التي هي الموضوع والمحمول والنسبة، أو اثنين من ثلاثة أو مجموعهما. يا شيخ محمد دلوقتي هم ثلاث حاجات، كيف صارت سبعة؟ أنا أقول كده، أول حاجة الموضوع واحد، المحمول اثنين، النسبة ثلاثة، مش كده؟ فاهمين النسبة؟ مفهومة كلمة النسبة يعني؟ طيب إذا أدركت واحد من التأمدة ثلاثة، طيب إذا أدركت اثنين هيبقى كده كام؟ يعني الموضوع والمحمول، أو المحمول والموضوع، أو الموضوع والنسبة، أو المحمول والنسبة، كام كده؟ سبعة. مش أربعة دولة وثلاثة مفهوم؟ هشرح كيف تاني. ها؟ اثنين في ثلاثة بكام؟ ما تلخبطنا. عشان تصور اثنين في ثلاثة، الموضوع مع المحمول، الموضوع مع النسبة، المحمول مع النسبة. طيب وكام دولة؟ ثلاثة. وهناك كام؟ طيب وبعدين؟ المجموع الثلاثة كلها بقدر السابع. وضحت كده؟ طيب. عشان كيف بقول لك ايه؟ بإدراك واحد من السبعة، لما تيجي تبص انت الموضوع والمحمول والنسبة، فين السبعة؟ ما قال لك أو اثنين من ثلاثة أو مجموعها، يبقى اثنين، يبقى الموضوع والمحمول ثلاثة، واثنين من ثلاثة يبقوا كده كام؟ ستة، والمجموع سبعة. يعني اثنين من ثلاثة هيجوا فيها ثلاثة في دي، مع الثلاثة ستة، مع المجموع يبقوا كام؟ سبعة. مفهوم؟ يلا. وذلك صادق بإدراك واحد من السبعة، ذلك الموضوع والمحمول والنسبة، أو اثنين من الثلاثة أو مجموعها. ودرك اسم مصدر بمعنى إدراك. درك هو ما قالش إدراك عشان الوزن، قال درك يعني اسم مصدر بمعنى إدراك، وقوع نسبة في مثل قولك زيد قائم، أو عدم وقوعها في مثل قولك زيد ليس قائما. يبقى في هذه الحالة ده اسمه ايه؟ ده تصديق. يبقى التصديق هو إدراك النسبة. بتصديق موسم أي علم. والمعنى وإدراك وقوع النسبة لما يكون في إيجاب، وقوعها في الإيجاب، وعدم وقوعها في السلب. يعني لما يقول زيد قائم ده إيجاب، يعني إدراك نسبة القيام إلى زيد، وعدم إدراكها اللي هو في النفي أو في السلب، لما نقول زيد ليس قائما، علم عند المناطق يعني بأن هذا تصديق. وإيضاح ذلك أن العلم الذي هو مطلق الإدراك إن تعلق بمفرد كالإنسان سمي تصورا، وإن تعلق بوقوع نسبة المركب أو عدم وقوعها سمي تصديقا كما تقدم. وهذا إيه؟ ها؟ ميل لمذهب الحكماء القائلين، يعني كأنه الأقر الشيخ ده، الشيخ الأخضري، الشيخ القويسني بيقول لك ده كأنه مال، هو لم يقل اتبع، ولكنه قال وهذا ميل لمذهب الحكماء، لمذهب الفلاسفة، لأن الفلاسفة أو الحكماء وجرى المصنف أو الناظم على قولهم بأن هو في سؤالنا التصور ده بسيط ما فيهوش تركيب، لا تركيبة فيه، مفرد، إنما اختلفوا في التصديق، هل التصديق بسيط ولا مركب؟ أو ده الاختلاف. فعند الحكماء قالوا التصديق بسيط، يعني إدراك وقوع النسبة أو عدم وقوعها، فيكون إدراك الموضوع وإدراك المحمول وإدراك النسبة التي هي ارتباط المحمول بالموضوع شروط في التصديق. على مذهب مين ده؟ على مذهب الحكماء. يعني إذن التصديق بسيط، لابد ثلاثة، إدراك الموضوع وإدراك المحمول وإدراك النسبة، قالوا دي شروط، يعني كأنه هم أربع أشياء. ما هم الأربعة؟
إدراك الموضوع، إدراك المحمول، إدراك النسبة، بعد كده إدراك الإيه؟ وقوع النسبة أو عدم وقوع، ده الأربعة. يبقى واحد فقط اللي هو تصديق، والباقي شروط فيه، فيكون التصديق بسيطا، وتكون الثلاثة ليست أجزاء له وإنما هي شروط، والشرط خارج. يبقى التصديق على مذهب الحكماء. أما مذهب الإمام الرازي فخر الدين الرازي قال لا، التصديق هو مجموع الإدراكات الأربعة، يعني عنده التصور فقط زي الحكماء بسيط، أما التصديق لا، التصديق مركب من إدراك الموضوع وإدراك المحمول وإدراك النسبة وإدراك وقوع النسبة أو عدم وقوعها. فالأربعة دول عند الرازي هم التصديق، فتكون الثلاثة أجزاء وتكون شطور وليست شروط، فيكون التصديق عند الإمام الرازي مركبا، فتكون الإدراكات الثلاثة الأول شطورا عنده للتصديق أي أجزاء له، والتحقيق الأول اللي هو مذهب مين؟ الفلاسفة أو الحكماء، وهو أن التصديق بسيط وليس إيه؟ وليس مركبا. واضح ولا مش واضح؟ ولذلك الشيخ الأخضري لي شرح، هو نفسه شرح السلم ومطبوع، وشرح أيضا الشيخ مين؟ الدمنهوري لي شرح أيضا، شيخ الأزهر. فبيقول الشيخ الأخضري التصديق ده يا جازم يا غير جازم. فالأول اللي هو الجازم إن لم يقبل التغير علم، كالحكم بأن الجبل حجر والإنسان متحرك، وإن قبل فاعتقاد، والاعتقاد إما صحيح انطابق كتوحيد المقلدين من المسلمين، وإما فاسد إن لم يطابق كاعتقاد المعتزلة منع الرؤية، أو اعتقاد الفلاسفة قدم العالم. وغير الجازم ما قارنه احتمال، إما ظن إن ترجح على مقابله، أو وهم وهو مقابله، أو شك إن تساويا. يبقى الأقسام كام؟ خمسة. خرج منها إيه؟ العلم اللي هو اعتقاد جازم مطابق، اعتقاد جازم وإيه؟ ومقابل. نعم. وقدم الأول عند الوضع لأنه مقدم بالطبع. يعني عاوز أقول لك لما نتكلم في وضع المسائل نقدم الكلام على إيه؟ على التصور ولا على التصديق؟ ليه؟ قال لأنه مقدم بالطبع. وقدم الأول عند الوضع، أو تقرأها كده وقدم الأول عند الوضع لأنه مقدم بإيه؟ بالطبع. وكلمة عند الوضع، الوضع هنا يعني الجعل، الذكر، الكتابة، التعلم، التعليم، كما وقع في المتن من تقديم التصور في التقسيم. لأنه أي التصور مقدم على التصديق بالطبع، يعني بحسب اقتضاء طبيعة التصور أي حقيقته. يبقى إذن إيه معنى التقدم بالطبع؟ يعني هذا اقتضاه الطبع. ليه؟ لأنه لا يمكن يكون هناك تصديق إلا إذا سبقه إيه؟ تصور. فلا بد يكون زي الكل. ما الذي يقدم؟ الجزء على الكل ولا الكل على الجزء؟ الجزء، لأن الكل لا يكون كلا إلا بالجزء. فلا بد، هذا هو اسم التقدم بالطبع. ولذلك بيقول هنا والمقدم بالطبع هو الذي يحتاج إليه المتأخر من غير أن يكون المتقدم علة فيه. فالسؤال كده، من المحتاج إلى الآخر؟ التصديق هو المحتاج إلى التصور ولا التصور هو المحتاج إلى التصديق؟ التصديق محتاج إلى إيه؟
يبقى لا بد ان يسبقه الايه التصور. وذلك بيقول ايه المتاخر، المتاخر له ايه تصديق، يحتاج الى التصور، لانه لكي يتم التصديق لا بد من تصورات ثلاثه شروط قبله. اللي عند ايه عند الحكماء شروط، وعند الرازي شطور اجزاء. يبقى ايه معنى التقدم بالطبع؟ هو الذي يحتاج إليه المتأخر من غير أن يكون المتقدم علة فيه. يبقى إذا رأيت شيئين أحدهما متأخر، تمام كده، والأول متقدم، والمتأخر محتاج إليه من غير أن يكون الأول علة فيه، يبقى اسمه إيه؟ اسمه تقدم، أو معنى التقدم بالضبط. والمثال تقدم الواحد على الاثنين، فالاثنين محتاج للواحد، انما الواحد مش محتاج. ليه الاثنين؟ لانه لا يمكن يكونوا اثنين الا اذا كان واحد وواحد. يبقى اذا الاثنين محتاج، يبقى اذا من المقدم؟ ها؟ الواحد. والمتاخر اللي هو عدد اثنين محتاج للواحد دون ان يكون الواحد عله. ليه؟ لانه لو كان عله لا يوجد الواحد إلا مع الاثنين، إنما الواحد يوجد وحده. يبقى العلة بتتلازم مع المعلول، فإذا الواحد ليس علة في الاثنين، لأنه لو كان علة لا يمكن وجود الاثنين إلا بالواحد، ولا الواحد إلا بالاثنين. زي حركة الإصبع مع الخاتم، لو تحرك الإصبع يتحرك مين العلة؟ الإصبع. وحركة الخاتم معلولة، لكنهما متلازمان، لا توجد حركة الخاتم دون الأصبع، ولا الأصبع وفيه الخاتم إلا بحركة الخاتم. يبقى إذن أهو معنى إيه؟ ها؟ هنا الآن فرقنا بين التقدم بالعلة والتقدم بالطبع. تقدم بالعلة يكون الثاني محتاج إلى الأول ولكنه علة فيه، أما التقدم بالطبع يكون الثاني المتأخر محتاج إلى الأول والأول ليس إلا فيه. هذا هو الفرق الدقيق بينهما. ولهذا بيقول المثال تقدم الواحد على الإيه؟ ها؟ على الاثنين، والاثنين على الثلاثة، والثلاثة على الأربعة، وهكذا. لكن الثلاثة مش علة في وجود الرابع، لأنه ممكن توجد الثلاثة من غير الرابع. صحيح أن الرابع لا يوجد إلا إذا وجد الثالث، واضح؟ يبقى اللي بيقول بأنه ربنا ثلاثة لازم يقول بأنه في باثنين، وكيف يجعله ثلاثة من غير الاثنين؟ يبقى معناه هو بيقر باثنين ويقر بعد كده بالثالث، لأنه لا يمكن يأتي بالثالث بدون ما يأتي بليه؟ بالثاني. ولو أتى بالثالث دون الثاني لكان الثالث هو الثاني. لا لا ما يمكنش. أنت بتعمل درج في البيت، تجيب الدرجة الأولى تقول لا أنا مش هحط الدرجة الإيه، أنا تعمل منبر ثلاث درجات أو سلم، وضعت الدرجة الأولى يقول لك لا أنا هات الثاني، يقول لك لا أنا هحط الثالثة. عارف لو حطيتها هي الثانية، حتى لو كانت المئة ما دامت وضعتها بعد الأولى هتبقى هي الإيه؟ هي الثانية، ما تتعبش نفسك. يبقى كده فهمنا إيه الفرق بين الآه؟ قول إيه الفرق بين التقدم بالطبع والتقدم بالعلة؟ أن يكون الثاني يعني المتأخر محتاج إلى، يبقى الاثنين واحد، العلة والطبع واحد، ولكن الفرق بينهما أن الأول علة في الثاني، أما في الطبع لا، الأول ليس علة إيه؟ ليس إلا فيه. والمثال تقدم الواحد على الاثنين، والاثنين على الايه؟ على الثلاثة. ولذلك في واحد شاعر جمع أنواع التقدم المشهورة، هي مش محصورة في الخمسة أكثر يعني، فقال وخمسة أنواع التقدم يا فتى أقر بها بيت من الشعر واعترف، تقدم طبع والزمان وعلة ورتبة أيضا والتقدم بالشرف. يعني أنواع التقدم من إيه؟ خمسة. الطبع إيه؟ قلنا خلاص.
ايه الضابط؟ ان يكون المقدم بحيث يحتاج اليه المؤخر من غير ان يكون علة فيه، زي الواحد والاثنين والتصور والتصديق. وضابط الثالث اللي هو الثالث اللي هو ايه؟ العلة. طبعا الزمان ده معروف، عشان كده واضح جدا تقدم بالزمان، يعني مثلا تقدم سيدنا إبراهيم على سيدنا محمد ده تقدم ايه؟ زمن. تقدم سيدنا موسى على سيدنا عيسى زمن. وذلك جاء لك بضابط الثالث اللي هو العلة، أن يكون المقدم بحيث يحتاج إليه المؤخر مع كونه علة فيه، كحركة الأصبع بالنسبة لحركة الخاتم، فإنها مقدمة عليها وهي علة فيها، لكن تقدمها عليها إنما هو في التعقل، وإلا هما في الوجود الخارجي متقارنان. وضابط كل من الثاني والرابع والخامس الظاهر. مثال الثاني اللي هو الزمن تقدم الأب على الابن، ومثال الرابع اللي هو إيه الرابع؟ ها؟ الرتبة، تقدم الإمام على المأموم. وعبر بعضهم عن هذا النوع بالتقدم بالمكان ومثل له بذلك. ومثال الخامس تقدم العالم على الجاهل، اللي هو التقدم بالشرف. لكن التقدم الرتبي فيه تفصيل، فيه تفصيل يعني عاوز ضبط شوية، ممكن نشرحه. أنواع التقدم الرتبي فيه أربعة، فتصير الأنواع تسعة أو أكثر، فنشرحه في درس آخر إن شاء الله حتى لا نطيل. يلا، أصله مش من المتن ده، من الحاشية. قول. والمقدم بالطبع هو الذي يحتاج إليه المتأخر من غير أن يكون المتقدم عدة فيه، كتقديم الواحد على الاثنين والاثنين على الثلاثة. ولا شك أن التصور شرط للتصديق أو شرط له. ما هو لو خدنا بمذهب الحكماء حيبقى التصور إيه؟ أو التصورات الثلاثة شرط، ولو خدنا بمذهب الرازي هتبقى إيه؟ شطر له. وطبيعة الشرط تقتضي التقدم على المشروط، كما أن طبيعة الشطر أي الجزء تقتضي التقدم على الكل، وليس الشرط علة للمشروط، لأنه لا يلزم من وجوده وجوده، وكذا الشطر ليس علة للكل وهو ظاهر. انت فاهم ايه تعريف الشرط؟ الشرط مش علة في المشروط، وإلا هيتلازمان. ليه؟ لأنه تعريف الشرط، عارف يا شيخ محمد؟ الشرط ما يلزم من عدمه ولا يلزم من وجوده وجود، فلا يكون علة، لأنه لو كان علة للزم من وجوده الوجود. يبقى هو يلزم الشرط. تعريف السبب ايه؟ هما ثلاثة، سبب والشرط والمانع. السبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، صح كده؟ ده. والشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا. طب والمانع؟ ما يلزم من وجوده العدم، وبعدين ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، خلاص. والنظري، يعني الآن ماذا سيفعل؟ سيقسم لك التصور أو التصديق، كل منهما ينقسم إلى قسمين، ضروري وإيه. ما هو النظري؟ سواء كان تصورا أو تصديقا. قال النظري ما احتاج للتأمل، يعني اللي عاوز فكر، اللي عاوز نظر، والأمر إليك فانظري. يعني النظر هنا مش معناه إبصار، وإنما إيه؟ ها؟ حننظر فيه مش حننظر إليه. النظر إذا كان بمعنى الفكر يتعدى بفي، يقول لك نظرت في كذا، يعني تأملت إنما نظرت إلى، يبقى بمعنى الإيه؟ بمعنى الإبصار. ولهذا قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يبقى عداه بإيه؟ بإلى، فيكون بمعنى الرؤية البصرية.
إنما قال تعالى قل انظروا ماذا في، يبقى معناه إيه؟ تفكروا. يبقى إذا عدي بفي يعني إيه؟ التعقل. أما إذا عديناه بإلى افهم كده حتى تجد القرآن عجيب في إيه. ولذلك قالوا إيه؟ والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين، يعني هتنظر إيه في هذا الشيء. يبقى النظر ده إذا كان تصديق أو تصور هو المحتاج إلى إيه، إلى تأمل فكر. ده والضروري عكسه، يعني ما لا يحتاج إلى فكر أو إلى استدلال. وذلك قال وعكسه هو الضروري الجلي، والنظر بسكون الياء للضرورة، ما أي الذي احتاج للتأمل أي النظر في الدليل كإدراك حقيقة الإنسان. يعني لما تريد أن تفهم ما هو الإنسان لازم إيه؟ تتأمل وتنظر في الدليل المحتاج إلى النظر فيه، أو في تعريفه بالحيوان الناطق، تنظر في معنى الحيوانية وفي معنى الناطقية، فتخرج منهما بفهم إيه؟ معنى الإنسان وإدراك أن العالم حادث. يبقى النظر في حقيقة الإنسان هذا هو التصور، أما النظر في إدراك أن العالم حادث هذا هو التصديق، لأنه مركب. المحتاج إلى النظر في قولك العالم متغير وكل متغير حادث، وعكسه أي ما لا يحتاج إلى النظر هو العلم الضروري الجلي الظاهر، فهو ما لا يحتاج إلى النظر وإن احتاج إلى حدس ظن تخمين. الحدس باللغة بتاعتنا يعني التخمين، واحد بيخمن يقول لك والله أنا إيه الحدس، الحدس ده ممكن يكون صحيح، هو تخمين يعني زي كأنه ظن بس ظن قوي. بالضبط زي إيه، أنت عارف الحوض بتاع الماء امتلأ ماء، ففي طرطشة كده في ماء حول الحوض، فالذي يدركه الحس دون ايه الانتقال من المبادئ الى يعني ما فيش مرتبة وسطى، ينتقل اليه الحس مباشرة ان هذا الماء اللي هو حول الحوض من ماء الحوض، يعني كأنه واحد اغترف منه فاسقط شيئا، فهو الماء الذي حول الحوض يأتي في الحدس في الظن في التخمين انه هو منين. لكن مو او مثلا ايه نقول يا نور القمر ده مأخوذ أو مستفاد من نور الشمس. ليه؟ لأنه تقع نفس التقلبات بتقلبات الشمس تقع في القمر، فيستفاد أن نور الشمس نور القمر مستفاد من نور، فهذا يدركه ليه الإنسان بالحدس. زي إيه؟ إدراك أن آثار الماء الذي حول الحوض إنما هي من ماء ليه، لكن في احتمال يكون من ماء آخر غير الحوض، صح ولا؟ وذلك الحدس ده يعني معناه الايه التخمين، لا يصل الى الايه الى اليقين. حدس ايضا كالعلم بان نور القمر مستفاد من نور الشمس الحاصل باختلاف تشكلاته بحسب القرب منها والبعد عنها. ايه اللي خلانا جاءنا في الحدس انه نور الشمس نور القمر ده مأخوذ او مستفاد من، لانه نرى انه بتحدث اختلافات وتشكلات في نور القمر بحسب قربه وبعده من الشمس، فانه يورث ظن استفادة نوره من نورها، او احتاج الى تجربة، يعني ممكن ندرك هذا بالتجربة. زي مثلا عاوزين نعرف الماء ده يغلي عند درجة حرارة معينة 20-30، فجربنا مرة واثنين وثلاثة قلنا عند درجة 100 يغلي الماء، لكن في أنواع أخرى يأتي الغليان مثلا قبل درجة، إنما الماء ده جرب. يعني التجارب دي إيه أيضا من الأدلة المعتبرة. كالعلم يعني في دواء، هذا الدواء يسكن الصداع أو يسهل الطبيعة يعني الإسهال يخلي الإمساك يزول، كيف نحكم؟ لازم بالتجربة. يشرب واحد يشرب اثنين قال لا إله يموت واحد، المهم بس يحصل إيه عندنا يقين إنه إيه التجارب على 20-30 فكله خلاص هنا إيه
أصبح الحكم مستند إلى إيه؟ إلى التجربة. فالعلم الضروري التصوري كإدراك وجودك، يعني أنت تعلم بأنك موجود، هذا ضروري ولا نظري؟ ضروري. إدراك وجودنا، إدراك إنه السماء فوقنا والأرض تحت، كل ذلك ضروري، لأنه لا يحتاج إلى نظر. والتصديق كإدراك أن الواحد نصف الإيه. يبقى إذن أنواع التصور والتصديق كام؟ أربعة: تصور ضروري، تصور نظري، تصديق ضروري، تصديق. والضروري هو ما لا يحتاج إلى تأمل زي إدراك وجودك، والنظري هو ما يحتاج إلى كإدراك حقيقة الإنسان. ده بالنسبة لمثالين بالنسبة للعظيم، مثالين بالنسبة للتصديق. ضروري ما لا يحتاج إلى تأمل كإدراك أن الواحد نصف اثنين. هل ده عاوز تأمل؟ لما أقول لك الواحد نصف الاثنين تدرك هذا ضرورة دون أن تفكر ودون أن تتأمل. أول ما تسمع الواحد نصف الاثنين، حتى لو قلت لك الاثنين نصف الأربعة برضو ضروري، ولو قلت لك الثلاثة نصف الستة ضروري، والأربعة نصف الثمانية ضروري. لكن لو زدت، يعني لو قلت لك الواحد ربع عشر الأربعين، دي إيه؟ ما لازم تجيب آلة حاسبة. ربع عشر الأربعين، طب الأربعين عشرها كام؟ أربعة. طب ربع الأربعة واحد. يبقى عندما أقول لك الواحد نصف الاثنين هذا تصديق إيه؟ ها؟ ضروري. الواحد ربع عشر لا، هات يا عم الآلة الحاسبة وهات الكمبيوتر وافتح النت. إيه زمان كان الناس البسطاء اللي مع الفطرة يحسب لك، يقول لك احسبها بالروسي. إيه معنى روسي؟ يعني من غير قلم ومن غير ورقة، يحسب لك حسبة معقدة. لو جبت الكمبيوتر الآن يخطئ فيها، فناس كانت على الفطرة وتحسب أرقام كبيرة ويحسبها لك كذا بالفطرة بدماغه. شفت كده؟ كان عندهم يعني ذاكرة قوية. إنما الآن لو قلنا لك واحد في واحد في اثنين في أربعة، تقول استنى اصبر ما تلخبطنيش أنت أصلا. وما به إلى تصور وصل أدعى بقول شارح فلتبتهل. يعني اللي حيوصلنا إلى التصور بيسموه إيه؟ القول الذي وصل به إلى تصور، كالحد في قولك الحيوان الناطق، والرسم في قولك الحيوان الضاحك. يدعى يعني يسمى عند المناطق القول الشارح أو التعريف أو إيه المعرف. يعني اللي حيوصلك للتصورات يسمى إيه؟ ها؟ قول شارح. زي الحد، طبعا الحد هنا في حد تام وفي حد ناقص، والرسم في رسم تام ورسم ناقص، بس هذا عندما يأتي في بابه إن شاء الله. أما تسميته قولا، طب لماذا قالوا القول؟ لأنه مركب. أقل حاجة حيوان ناطق في تركيب، خلاص. يبقى إذن سمي قولا لأنه مركب. وأما تسميته شارحا فلأنه يشرح الماهية، حيوان ناطق. فالمعنى والقول الذي وصل به إلى تصور المعرف، عندما هذا القول هو المعرف يوصلنا إلى تصور المعرف، فكأنه شرحه، يعني فسره، وضحه، بينه، فسمي إيه؟ القول الشارح في اصطلاح المناطق. إذن ما هو القول الشارح؟ هو إيه؟ هو التعريف أو هو المعرف أو هو القول الشارح. وقوله فلتبتهل يعني تجتهد في الطلب، جملة كمل بها البيت. فلتبتهل. وما لتصديق به توصل، أي والقول الذي توصل به للتصديق، وهو القياس في مثل قولنا العالم متغير وكل متغير حادث. يعني اللي حيوصلنا للقياس يسمى الحجة، يعني الدليل. يبقى المنطق ده كله تصورات أو تصديقات بيوصلنا إلى حاجة اسمها إيه؟ الاستدلال. والاستدلال على نوعين، يا إما مباشر
يا إما غير مباشر، وهنتكلم عن المباشر وعن غير المباشر عندما نصل إليه، بحجة يعرف عند العقلاء أي يسمى عند المناطق بالحجة يعني الدليل، لأن من تمسك به حج خصمه أي غلبه. والله تعالى أعلم. اللهم صل أفضل صلاة لمخلوقاتك سيدنا محمد آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره. اللهم صل أفضل صلاة على آتك سيدنا محمد وسلم عدد معلومات ككلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك. اللهم صل أفضل صلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون غفل عن ذكري وغافلون.